النهاردة مصر قالت كلمتها واختارت الرئيس السيسي بولاية جديدة، فليه النهاردة يوم مش عادي في تاريخ مصر؟ والقرارات الحاسمة اللي السيسي هيصدرها بعد إعلان فوزه في الانتخابات، وإزاي هتكون قرارات حاسمة في ملفات كتير. بانكير، نبض البنوك. طبعا زي ما قلنا النهاردة يوم مهم جدا، وده بسبب الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر، واللي زاد من أهميتها الظروف الصعبة والخطرة اللي حوالينا، واللي بتهدد بشكل مباشر الأمن القومي المصري سواء داخليا واقتصاديا زي الدولار والسوق السوداء والمحتكرين في الأسواق وصناعة الأزمات أو عن طريق الخطر اللي على الحدود من كل الجهات غرب وجنوب وشرق، وكلها صراعات مسلحة ضعفت الخطر الاقتصادي بشدة وخلت حدودك مع الدول دي رخوة، وممكن تصدر الخطر في أي لحظة، وده ضعف من مسؤولية القيادة في زاد تأمين الحدود. وعندنا خطر تاني وهو اللي بيحصل في غزة وتحشيد الفلسطينيين في جنوب مدينة رفح عشان يجبروهم على دخول سيناء وتصدير الحرب للداخل المصري. طيب ليه اعلن النتيجة توق نجاة لمصر من مؤامرات كتير كانت حوالين مصر جوه وبره؟ عشان ما كانش فيه بديل للسيسي يقدر يقاوم ويواجه كل اللي بيحصل ده، وهو اكتر واحد بيتعامل مع المؤامرات الكبيره وبيقدر ينسفها بحكم شغله القديم وعاليته المخابراتيه وخبرته مع فاعل خراب وتعالب الفوضى. ومن غيره كانت مصر حرفيا هتعاني بسبب كل الملفات المفتوحه واللي عاوزه قياده من نوع السيسي عارف مين بيعمل ايه وازاي وبيواجه كل ازمه بثقه وهدوء غريب، وده دليل على ثقته في بلده وقوتها. السيسي ما بقاش ظهر بس المصريين، لكن كمان بقى ظهر لكل العرب وكبير المنطقة، والعرب عرفوا انه راجل بتاع شغل وبس ومش بيقضيها تصريحات وزيارات، لكن عمل انجازات غير مسبوقة، والاهم من ده كله انه عنده كاريزما وقدرة وجرأة على تغيير الواقع من غير اي تردد، ودي صفة نادرة في القيادات. ومجرد اعلان نتيجة الانتخابات مصر هتكون دخلت على مفترق طرق جديد في الملف الاقتصادي بكل اللي فيه من اسعار ودولار وقروض واستثمار وفرص عمل وتطوير وصناعة وزراعة وتصدير ومواني وبريكس ومبادلة عملة، وليلة كبيرة جدا محتاجة تنسيق وفكر جديد عشان الناس ترجع تعيش حياتها بشكل طبيعي، وعشان كمان البلد تكمل في طريق التنمية والتقدم وترجع تفوق بقى. وأكيد القرارات الجاية بعد تشكيل الحكومة الجديدة هتكون عامل مهم جدا في تصحيح الخلل في الأسواق والأسعار والاستغلال، وكمان هتكون فاصل في أزمة الدولار والسوق السوداء والتجار اللي ما عندهمش ضمير، وكمان هتكون مرحلة مختلفة في التعامل مع كل التحديات وهنشوف تغير واضح وكبير. كان معاكم مصطفى إبراهيم من بانكير. بانكير، نبض البنوك.